السلام عليكم حبايب قلبي، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير جميعا. النهارده باذن الله انا جاي لك بمفاجاه قويه جدا. زي ما احنا عارفين ان كتب العام بتعتمد في الاسئله بتاعتها او في طرق شرحها على الطريقه بتاعه العام، احنا بقى عاوزين طريقه خاصه بالازهر. فانا النهارده جاي اقول لك ان احنا ان شاء الله باذن الله هنعتمد في الحل بتاعنا على كتاب المرشد، وده طبعا بجانب شغل المنصه الخاص بينا. يعني احنا ان شاء الله هنشتغل من كتاب المرشد ان شاء الله، وهنحل جميع الافكار اللي فيه. وزي ما انت عارف ان كتاب المرشد هو يعتبر الكتاب الوحيد اللي بيهتم بطريقة الأزهر، سواء في الأسئلة أو سواء في الجزء الخاص بالشرح. لذلك إحنا إن شاء الله هنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نكون ملمين بالأسئلة اللي فيه، بحيث تدخل الامتحان ما تبقاش متفاجئ من أي حاجة، تبقى الأسئلة كلها أنت بتدرب عليها مسبقا، ويكون الموضوع معاك غاية في السهولة. شغل المرقعة اللي كنا بنعمله ده لا، حاول تلغيه، احنا يعتبر في الشهور الاساسيه بتاعه الثانويه. لذلك حاول على قد ما تقدر ما تضيعش الفرصه دي. ان شاء الله هنحل الكتاب كله، نلم بالافكار اللي فيه، وهسيب لكم طبعا طريقه الاشتراك معانا في الديسكريبشن بوكس. وما تنساش ان the more you learn the more you earn. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.